مرحبا، يعطيكم العافية. سلام يا جميع. اليوم بدنا نعملكم انبوكسينج لعشرة باكجات. عشرة، أول مرة بنسوي العشرة، أوكي؟ في منهم من أمازون، في منهم من كوسكو، وفي منهم هدايا إجونا على الكريسماس من أصحابنا، أوكي؟ فخلينا نبدأ بالباكجات الصغيرة. هاي هيك شايفين، أنا بعرفش إذا أنتم شايفين مش شايفين. طلعوا هاي هون، هاي واحد، هاي واحد، هاي واحد كبير. اوكي ننزل لتحت شويه هيك. اوكي هنبدا بالاول. اوكي الاول عبارة عن واي فاي ريبيتر، هذا عشان يقوي الواي فاي اللي عندكم في المنزل. هذا هو جهاز من نت في اي بي، حنجربه. شكله هيك غريب حلو، هنحكي لكم شو رأينا فيه. هذا اللي مكتوب عليه. الثاني، اوكي الثاني عبارة عن، ما بعرف هدول هدول باكجين زي ما انتم شايفين، هم طلبيتين. هذا للستاير عشان يمسك الستاير، هيها زي هيك، اوكي. وهون في مغناطيس قوي بيمسك الستاير، بتحطهم هيك. اي والله بزبط. بس هدول للستاير بشكل عام، عشان ايش؟ يمسكوا الستاير. وهذا عاملينهم زي الكوفيد. زي الكوفيد. طيب اللي بعده، طبعا هذا كل باكج بيجي فيه أربعة، فطلبنا اثنين لستاير الدار عشان نعبي نظبطهم. هذه ستارة يعني كرتون، هذا مش عارف شو معنى ستاير. جود، تعلم عربي من الفيديوهات هاي صح؟ بدك تجرب شو اسمه؟ طيب هذا عبارة عن انستا 360، جبناه عشان احنا شرينا ال 360. هذا بول، شايفين قديش بصير طويل، اوكي، وبصغر، اوكي. متر، و اثينك متر وعشرين، متر وإشي هيك، يعني متر وعشرين. وبيحكوا يعني، طبعا الحلو فيه هون تقدر تحط له ترايبود حيث انه يوقف، وهذه بس هاي ما بتمشي مع الايباد، مع شو اسمه، مع الجو برو. فجبنا له هاي القطعة بتحطها عليه هيك، اوكي، ومفروض انها تصير اوكي. هيها بشكل هيك، بشكل عام هيك بتصير للجو برو. فهنجربها، مش عارف جربها نحكي لكم، يعني اللي مهتم في موضوع الجو برو اكيد بيعرف اكثر. هاي صراحة جتنا هدية من أحد الأصدقاء بأمريكا، بس عشان نعطيكم هذا بعتها هو يا حرام إكسبرس، مكتوب هون شيبينج إكسبرس، من
من تينيسي، بعتها قبل 10-15 يوم من الكريسماس، وصلتنا بعد راس السنة. فهذا بس يحكي لكم قديش بطيء الشيبينج بصير في هاي الدول من فوق. نشوف شو فيها. طيب اوكي، اول اشي فيها كرت معايدة، هذا هو طبعا. نايس نايس. This is a hope that you will make me happy and with your warm heart and surrounded family, everything that makes you smile. Nice, okay? Okay. Okay. Oh, my favorite. Anyway. Oh, hi. Hi, okay. Cornfield. Oh, how good. Oh. Knitting. Okay. Not knitting, sewing. Knitting? آه هذا الكروشي، هذول للكروشي. أوه في هون كمان شغلات. أوه هذول الكروشي تبعون الكروشي. هاي عبارة عن إيش؟ هاي للكروشي كمان يمكن. Yeah, هدول لل عشان تحط فيها هدول. اوه هاي من جوا ولا لا؟ هاي منها؟ طيب واخر شيء. اخر شيء cool. اوه هاي نوت كراكرز. اه حلو حلو. اه نايس. اه دول ثانك يو جويس. اللي بعده برضه هدية من أحد الأصدقاء، الأستاذ عوني بدر، الله يعطيه العافية. بعت لي هدية من ماكسفيل. بدنا نفتحها ونشوف شو فيها. اوكي كتاب. نحاول. اوكي هذا عبارة عن كتاب، يعني شكرا له. هذا الكتب اللي ريحتها فيها قاموس المصطلحات السياسية الاقتصادية والاجتماعية. هذا هو قاموس المصطلحات السياسية الاقتصادية والاجتماعية. نايس. هذا بيحكي عن بعض المصطلحات، مثلا المصطلحات مثلا الجماعية أو الجماعة اللي هي بالانجليزي collective، collective، collectivement بالفرنسي، service، myth، legend. nice relation، public relation، good. هذا كتاب جيد مهم جدا، حقرأه ان شاء الله. نرجع لامازون. بس الوقت تساعدكم ان نجهز هدول.
تسجيله. هون في adult heated socks. Adult heated socks. طيب هذه موضة جديدة عم تطلع الآن، حبيت أجربها. يعني عم بتصير مع ناس كتير بيحكوا عنها، في heated jackets و heated socks، حبينا نجرب شغلة هيك منهم، فقلنا خلينا نجرب هاي. هاي عبارة عن افتحكم، بيجي فيها بطاريتين طبعا و تشارجر عادي بس براسين عشان يعمل تشارجينج، معوش تشارجر طبعا بس سلك. هدول عبارة عن سوكس، سوكس عادية يا جماعة، بس تحت في بادز. اوكي، وهون يعني اللي بيبرد كتير او بيطلع اماكن مثلا، في ايش بسموها هاي، باتري شايفينها، باتري هاي هي، بتحط هاي مفروض هون عشان تتشارج، وهون بتحط فيها شايف، وبتحطها وين؟ هون. ايوه في لها بيت شايفه هيك، هذا تلبسه وايش بتكبس الكبسه هاي اون اوف، وبتصير ايش تطفي وتضوي هاي هيك اون اوف ضوا ونهار. ها تسوي كده فهون بدا takes 5 minutes. ما فيش. طيب لازم بدا في او يا طيب اي ثينك انه هاي بدها تجربه، لانه قبل ما تلبسها بتصير تولع. طيب زي ما حكينا انه بيجي فيها بطاريتين للرجلين. اوكي اللي بعده سويت هون في اسمها wireless gaming headset detachable microphone. جربها انت افتح. هذا كم واحد صرنا فاتحين احنا؟ 1 2 3 4 5 6 6 صرنا فاتحين، هذا السابع. باين في ثلاث مفروض. اوكي واير ولا وايرلس؟ Wireless. Okay. It says the brand is Phonikas. USB-C شحنه. أحمره. What is it? And this one. It's nice. وفي ميكروفون كمان ما اعتقد. هون في واير وايرلس هو؟ yeah. وكاتبين هون وايرلس هيدفونز. تشارجر ورجينا في تشارجر هيو معاه، اجا بيجي تشارجر يو اس بي سي هون بيجي ميكروفون وهذا مايك هذا. اوكي اعتقد اذا بدك تشغل المايك لازم تسوي واير صح؟ yeah. اوكي وهذا بروح على هذا بروح الهيدسيت. اوكي اذا بدكش تشغل المايك وهون عامل لك سبليتر هذا الاثنين، اذا بدك تشغل المايك يمكن بس تقدر تسمع بالواير. اوكي جود جوب جود جوب. طيب كيف كان بالضبط؟ افتح الثاني انا برجعه صح. اوكي
لا ذاك الكبير افتح الأزرق. هذا عبارة عن بلوزة هيك تلبسها، بلوزة داخلية يعني. طيب في هون أربع شغلات، طيب نشيلهم على جنب خلينا نشوف. أوكي هذا عبارة عن سويمينج ترانك، سويمينج بس للفوق. هذا خلينا نفتحه فيها نرجيك فيها. هذا تبع السويمينج. اوكي كويس كبير شكله. اوكي طيب في بازل، وفي هاي مش بازل، هاي ديناصور اركيتكس جواها. خلينا نفتح لك اياها جاي زي هيك. اوكي و You have to dig it. You have to dig it وتطلع منها البونز تبعت الديناصور. And you have to build it. Well? You have to build the dinosaur. Yeah. هاي في شوية بونز مبينة تفهم؟ اوكي هاي هون. هي هاي زي هون في Banquio C50 headset. هاي الهيدسيت انا جبتها الي هاي. Looks very professional. في واحد بتطلع قاعد. طيب هاي الزبالة. هذا هي يا جماعة. They scam us. شايف؟ البوكس لها عشان save it. بيجي معها شنطة حلوة. واو هاي هي try it. هاي حقها 90 دولار. في باج عادة. واو جرب. في لها باج شايفينه، وفي لها تشارجر للأسف عادي مش USB، وفي واير. بس ناقصة شغلة ترى، كان فيها تبعت الفلايت مايكرو يس فلايت. طيب هذه هي طبعا هاي على حكيهم انه صوتها كتير كتير كويس، مفروض انه the best in the market من البراندز هدول، فحنجربها ونحكي لكم رأينا. هاي واحد من الشغلات اللي احنا عجبنا. هون في vapor. طيب اسمها smart living steam mop plus. بس خلينا اركب هاي شيلها. smart living steam mop plus. اوكي هذه الان حنعمل لكم ريفيو او فتح بوكس لهاي، وبعديها حتسوي لكم ريفيو. اسمها smart living steam mop. اليوم شريناها انا وادم وكانت بالبوكس هاي، فحبينا نعمل لكم ريفيو. هاي عبارة عن ستيمر، يعني اللي بحب ينظف الأرضيات تبعته. هذه كويسة كتير لأنها بتسوي درجة حرارة عالية، بتسوي المية ستيم بخار، وطبعا بذلك بتصير درجة الحرارة معناها عالية، فبتقتل البكتيريا والفيروسات، وخاصة اللي بخاف من الفيروسات. هي نورمال موب بس تحط مي بها زي الايرن، بتعمل ستيم بالبوتم، وفي هذا الباد تحطها بالباد and it can clean easily. هذه هطلع لكم اياها واحدة واحدة. هذه الايد،
هاي الشغلة فيها هون كبسة تعملها للروتيشن. هذه عبارة عن اللي بتصب فيها المية. هاي اعتقد اكستنشن. هاي لل كاربت. حطوا كتير شغلات. وهذه بيجي معها ثلاثة باد طبعا كتير. هذا الموب. وهذا هو الموب. ما بنعمله هلا، إذا بدكم تشوف ريفيو عملوا لايك كومنت سبسكرايب. هنعمل لكم فيديو لحاله كمان. هذا هو الماء. تعبوا المية هون. اوكي. عبوا المية هون. وهاي الكبسة اللي اون اوف. وما سكرناهاش. الله. هاي النظر بس. anyway. وهذا هو اللي هون بطلع البخار. هون بطلع البخار. حط رجع. اوكي هون بطلع البخار وبالتالي بعدين بتصير العملية التبخير. فهذه بتتحرك يمين شمال، بتقدر تحركها هيك. هون لوكت. نايس. هاي مهمة I think للبيوت هلا. العصيبة. آخر بوكس. آخر بوكس يا جماعة. هاي نايف. آخر بوكس. احذر شو هذا؟ في بطارية. ما في بطارية. Speaker. Laptop. صحيح. Laptop تبعي يا جماعة تقريبا عيد. بطل. هذا عبارة عن. Very expensive. إنه هذا ليش كمان بوكس؟ Predator. ها؟ إيش هذا؟ هذا الكيس. هذا هون بيجي كيس معه. تعرفوا Predator هذا؟ أوكي. هذا ال كمان بوكس. كله بوكسات وبوكسات. هذا عبارة عن Asus Gaming Computer. في ال 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 i9 وال إيش شو اسمه ال Hard Disk 1. وفي جوا كمان طبعا شاشته 15 بي جي، الرام 32، وال الكارت تبع الشاشة 6 جيج. بيجي معاه كرت شاشة. فالمفروض انه بوكس بي بوكس بي بوكس. مش عارف هذا كمان بوكس. طيب في هون هاي هذا الكيبل. اوكي بريديتور بريميوم سيرفيس عشان تتصل فيهم. مش عارف شو ايش هذا. هذول الزئات شكلهم ستيكرز. هذا كمان بوكس؟ كمان بوكس. واو. هذا الآخر. هذا البوكس الأخير شايفينه بلمع هيك. لا في كمان بوكس. بوكس. طيب. هذا هو. واو. الكمبيوتر. شوف الديزاين هون. شوف الديزاين من ورا كيف. واو مبين عليه كأنه هذا
من قدام زي ما انتم شايفين 4 جنريشن مش عارف شو Core i7 Nevada RTX HDD USDD 144 هرتز طبعا الشاشة نعملها ريفيو اذا بدكم تشوفوا الريفيو عشان هدول الايتمز عملوا لايك كوم سبسكرايب بشوفكم بحلقات تانية باي باي.